السويس، قناة الشعب قد حفرها الشعب المصري العظيم بسواعده وأظافره وبدمه ودموعه ليصنع التاريخ ليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع. إن قناة السويس هي رمز الإرادة المصرية الصلبة التي تصنع المعجزات. إنها عظمة شعب تغلب على الطبيعة واقتحم الصعاب وعانى من الظلم والقهر، ولكنه صنع التاريخ لمصر وللعالم أجمع. وقد كانت اعداد الشعب المصري إنذاك أثناء الحفر أقل من 5 ملايين مصري اشترك منهم في مدة 10 سنوات الحفر 1,000,000 مصري، واستشهد منهم ما يقرب من 120,000 شهيد وبطل. هذه هي مصر، وهذا هو الشعب المصري العظيم، وهؤلاءهم أجدادنا العظماء الذين هم في قبورهم هم بالنسبة لنا أحياء في الدنيا نذكرهم بكل الفخر والاعتزاز. معالي رئيس الوزراء، ضيوفنا الكرام، نجتمع اليوم وقلوبنا مفعومة بالأمل بعد أن اعتصرها الحزن والألم، أملا في مستقبل باهر لهذا الوطن وشفاء أرض شعب مصر العظيم بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013. إننا نجتمع اليوم في موقع الإرادة والتحدي لندشن حقبة جديدة من الإرادة والتحدي في تاريخ الشعب المصري العظيم، وندشن سويا انطلاقة جديدة للاقتصاد القومي المصري، حظمة مستقبلية علمية شاملة للتطوير. اعتمادا على عبقرية موقع قناة السويس وعبقرية موقع مصر وكفاءة وخبرة وعلم المصريين العظماء، وتحت المظلة التأمينية لقواتنا المسلحة الجسورة الباسلة وقوات الأمن الداخلي المدافعة والحامية للأمن الداخلي للمواطن المصري، إننا ننطلق اليوم إلى آفاق جديدة لحظة إن شاء الله، وبتعاون كامل بين الوزارات والهيئات المعنية ومنظمة شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ونعلن للعالم أجمع إننا قادرين على التحدي، تحدي الصعاب، وإننا سوف نلحق برجل التقدم الاقتصادي العالمي والإقليمي، بل سوف نتسيده بإذن الله. فمصر هي عظمة التاريخ والماضي، ومصر هي عظمة الحاضر المعبر عن إرادة الشعوب الحرة، ومصر هي عظمة المستقبل للأبناء والأحفاد بإذن الله تعالى. اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء واللجنة الوزرية الموقرة المختصة بالمشروع في ثقتهم الغالية في اختيار الهيئة كمظلة رسمية للمشروع وتعيين رئيس الهيئة رئيسا للمجلس التنفيذي للمشروع. هذه الثقة التي نعتبرها نحن العاملين في هيئة قناة السويس وشركتها وسام على صدرنا جميعا وأمانة في أعناقنا، وإن شاء الله نكون خير من يحمل هذه الأمانة لمصرنا الحبيبة. وبالتعاون الكامل مع السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزرية المختصة والسادة المحافظين ومع جميع الوزارات والهيئات المعنية نحقق أهداف المشروع، وشكر خاص لمجموعات العمل من الوزارات المختلفة التي اشتركت في الإعداد والتجهيز لهذا اليوم التاريخي.